وهذا الاحتجاج كما تعلمون اولا هذا الوقفه هذه ولا هذا الاحتجاج هو تنفيذا لقرار مكتب الجمعيه اللي هو اقر انه هذا يوم الاربعاء يكون تكون وقفه على صعيد جميع محاكم المملكه. وسبب النزول تعرفونه جيدا هو هذه الرده التشريعيه التي اتى بها قانون المسطره المدنيه. هذا قانون المسطره المدنيه تراجع عن مجموعه من المكتسبات التي كان يتمتع بها المواطن وليس المحامي. نحن كما نقول دائما نرغب في تشريع متطور، تشريع حداثي، تشريع ملائم لفائدة المواطن بالدرجة الأولى وليس لفائدة المحامي أو مهنة المحاماة، لأن الذي سيتضرر من قانون المسطرة المدنية هو المواطن أولا وأخيرا. وكذلك من يشرع القاعدة التي تكون يعني غير ملائمة لتطور ديال المواطن، والقاعدة اللي ما تتكونش ملائمة في الزمان والمكان راه سيتضرر منها من شرعها هو أولا قبل المواطن. مكتب الجمعية يقوم بالدور ديالو كما ينبغي، ومكتب الجمعية راه فاتح يعني عدة واجهات ديال الحوار، وبالتالي ما يمكنناش نقولوا بأنه مكتب ديال الجمعية راه تراخى في القيام يعني بالمهام المنوطة به. بل على العكس من ذلك، مكتب الجمعية يعني في اجتماع مفتوح بحيث يتم التواصل فيما بيننا يوميا مع رئيس الجمعية، مع السادة النقباء، مع السادة أعضاء المكتب، للوقوف على جميع التطورات التي يعرفها هذا الملف ديال القانون ديال المسطرة المدنية. مع كامل الأسف هناك يعني عدة واجهات مفتوحة. قانون المسطرة المدنية لم ننتهي من النقاش ديالو، غادي يجي قانون المسطرة الجنائية، وغادي يجي قانون ديال المهنة، وهادشي اللي تنسمعوا بأنه غادي ندوزوا جميع القوانين وغادي نديروا وحنا عندنا الأغلبية وحنا هذا، هادشي راه غير مقبول وغير معقول. وحنا كمحامون تنقولوا أودي الله يخليكم، راه لا بغيتوا تشرعوا لفائدة المواطن، وعلى مدى سنوات، على مدى واحد 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، خص تكون عندنا واحد النظرة استباقية للمستقبل، لأن هذا القانون ديال المسطرة المدنية راه تقريبا راه في 1913، ومن بعد عرف بعد التعديلات في 1974، ولكن راه كان باقي صالح في الزمان والمكان، كان بالإمكان أنه هذا قانون المسطرة المدنية يبقى ساري واحد 50 سنة أخرى وداك الشيء. وكنا في البداية نتساءل ما هو المبرر الذي دعا وزارة العدل الى انها يعني تقوم باستنساخ هذا القانون هذا وتجيب لنا قانون اخر اللي هو تراجع على مجموعه من المكتسبات. ويكفي انه الى قريتوا قانون المسطره المدنيه الجديد ودرتوا واحد المقارنه مع قانون المسطره المدنيه القديم، غتلقاو بان هناك فرق شاسع يمس بالدرجه الاولى المواطن. هذا تساؤل مشروع، فينا هو المواطن؟ المواطن كذلك عليه ان يتحمل مسؤوليته. احنا كمحامون احنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا ونندد بما نراه غير صالح لفائده المواطن.